أشرف المدير العام للجمارك الجزائرية السيد نور الدين خالدي بزيارة ميدانية لولاية عنابة، أين اطلع على الحصيلة السنوية للمديرية الجهوية للجمارك بالولاية، وكذا خص لقاء مع متعاملين اقتصاديين والمستثمرين المحليين بكل من ولاية الطارف، سوق راس عنابة، والسلك النظامية الذي يشرف عليها يعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، بغية تشجيع المبادلات التجارية بما فيها التصدير والاستيراد. المزيد في ميكروفون مرزوق عبد القادر. الجمارك هذه الزيارة التي نحظى بها اليوم، التي يقوم بها السيد مدير عام الجمارك إلى تنظيم هذا اللقاء، وذلك للاستماع لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين بمجال الأساس، فإن مداخلتي وردع الغش والتهريب. زيارة ميدانية اللي شملت براتيكمون حدودنا الشرعية، ابتداء من منطقة بير الهاتر ولاية تبسة، مرورا بولاية سوق راس المنافذ البرية، كذلك بالأمس كنا على مستوى ولاية الطارف وزرنا في حتى الساعة متأخرة من الليل، كنتوا تلاحظوا ذلك بالنسبة للمعابر البرية. واليوم احنا في على مستوى ولاية عنابة كان فيه لقاء مع السادة المتعاملين الاقتصاديين لتوضيح كل الإجراءات الجمركية، التسهيلات التي تقررها إدارة الجمارك بالنسبة للإخوة المتعاملين الاقتصاديين. نحن بالمرصاد وبالوقوف جنب إلى جنب مع كل الإخوة اللي مارسوا مثلا تجارة التصدير، هناك تعليمات في مجال التجارة الخارجية خاصة ما تنص عليه توصيات السلطات العليا هو بلوغ 5 مليار، والحمد لله نحن يعني حققنا المبلغ هذا مبدئيا، وبالتالي الهدف الوحيد والأساسي هو الوقوف جنب إلى جنب مع كل المتعاملين أقصد في عجلة التجارة بالنسبة للاستيراد أو التصدير.